مبروك لمصر، مبروك هذا الانجاز التاريخي. احنا طبعا مهما نفرح ونسعد مش هتبقى سعادتنا مواكبه للحدث. لازم نعتبر ان الحصل ده عبور تاني، عبور في القرن 21، عبور للثقه، عبور لرئيس وشعب وعد فعل. انجاز ومعجزه ربنا سبحانه وتعالى هو الوحده اللي وفقنا فيها، ثم باراده ذلك الشعب، ثم برئيس المحترم. احنا هنسعد تاني. احنا المفروض دلوقتي نمشي في شوارع الجنوبيه كلنا دلوقتي واحنا واقفين، علشان ما تبقاش فرحتنا محدوده بمكان. نمشي نسلم على الناس ونقول لهم ان الشعب المصري قوي، والشعب المصري قادر بمشيئه الله تعالى وحده على تخطي المستحيل. قادر برئيس وحكومه محترمه انه يقول للعالم كله ان الوقت له اهميه قصوى في مصر.